نتسلوا ونطلب رضاكم. راديو الغد وياكم مستمعينا محلاكم، بالموصل كل العراق كل العالم بكل مكان، باقينا احنا دوم معاكم. راديو الغد وياكم اهلنا ونطلب رضاكم. راديو الغد وياكم مستمعينا محلاكم. راديو الغد عندما يصبح لليل زمن تخلد السماء للنوم ويسهر القمر، طال السهر ومن راديو الغد مساء الخير. التحيات، كل التحيات لكم مستمعينا، كل التحيات لكم وين ما كنتوا عم تتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا. طال السهر ابتدى في هذه اللحظات، عم نكون معكم مستمعينا وتكونوا معنا دايما كل يوم اثنين وخميس بعد العاشرة ليلا لحتى نكون معكم ببرنامجكم طال السهر دايما عبر أثير راديو الغد. عم نكون معكم بموضوع جديد وأكيد بنقاش جديد وفي لقاء أو لقاء، أو بدي أقول مثلا لقاء هيك حلوة جميلة تطلع الكلمة ظريفة. طلعت معي لقاء بس زبطناها آخر شيء. مش هلا عم يسمعونا جماعة اللغة العربية، زبطناها آخر شيء، معلش لا تواخذونا يا جماعة، بس يعني الواحد على الهواء يعني بيتلخبط شوي بيتخربط شوي. مساء الخير لأحلى حسام اللي مرفنا بيه الإخراج، كل تحية لك حسامو. اليوم يعني معنا موضوع، بتوقع هذا الموضوع شوي رح يكون حساس بالنسبة لكتير صبايا وبالنسبة لكتير شباب إذا بيعرفوا يجاوبوا اليوم على هذا السؤال اللي رح نطرحه بعد شوي. بكل حب مرفقكم مايكروفون جورج غرام. خلونا نبدأ حلقتنا سريعا وهلأ صار فينا نقول. بلشنا في حلقتنا لليوم مستمعينا، اليوم موضوعنا شوي حساس، موضوعنا اليوم في عنده أبعاد كثيرة جدا، في كتير أمور لازم نحن نحكي فيها. بتوقع الموضوع يعني بهم الصبايا أكتر والنساء والأنثى تحديدا. طبعا ليش أنا أقول النساء والصبايا والأنثى تحديدا، ليش أنا قسمت هدول الثلاثة؟ لأن الأنثى تجمع كل ما ذكرت، الأنثى داخلها شغلات حلوة كتير، ولكن المرأة هي التي تكون بداخلها تلك الأنثى، والمرأة هي التي تشعر بأمور يمكن ما حدا بيحس فيها. اليوم موضوعنا، كيف تموت المرأة وهي على قيد الحياة؟ يقول الكاتب جابرييل غارسيا ماركيز: رأيت امرأة ميتة يوم أمس وكانت تتنفس مثلنا، ولكن كيف تموت امرأة وكيف تراها تحتضر؟ تموت إذا فارقت وجهها الابتسامة، إذا لم تعد تهتم بجمالها، إذا لم تتمسك بأيدي أحد ما بقوة، وإن لم تعد تنتظر عناق أحد. تموت وإن اعتلت وجهها ابتسامة ساخرة إذا مر عليها حديث الحب. نعم، هكذا تموت امرأة. نعم، تموت امرأة وهي حية ترزق، تعلن الحداد داخلها وتعيش مراسم دفنها لوحدها
ثم تنهض، ترتب شكلها، تمسح الكحل السائل تحت عينيها، تعيد وضعه، ثم تخرج للعالم واقفة بكامل أناقتها تتنفس، وربما مبتسمة وتضحك، لكنها ميتة ولا أحد يعلم. فكم من امرأة تعيش بيننا تتنفس لكنها ماتت منذ زمن. انطفاء بريق الأمل والقوة في عينيها هو أول علامات موت المرأة. فإذن كيف تموت المرأة وهي على قيد الحياة؟ هذا سؤال حلقتنا مستمعينا اليوم. نتحدث بكل صراحة وبكل قوة وبكل شفافية عن هذه المرأة، كيف تموت، كيف تموت وهي ما زالت تتنفس وهي على قيد الحياة. في كثير من الأمور مستمعينا يمكن تأخذنا إلى عوالم أخرى. اليوم بتوقع في كثير من النساء حابين يجاوبون على هذا السؤال، يا ترى من سيجيب أولا؟ ناطر اتصالاتكم ومسجاتكم على هذه الأرقام. للتواصل أكثر والمشاركة في برامج راديو الغد اتصل على كورك 0750-555-8889 0750-888-1115 أسيسيل 0772-888-1115 وعبر الفايبر والواتساب 0773-777-33-7 وللتواصل عبر الاسماس 0772-882-3838. فإذا مستمعينا أكيد متى تموت المرأة وهي على قيد الحياة؟ رح ناخذ اتصال جديد معي أم محمد. مرحبا يا أم محمد. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام، أهلا وسهلا، شو أخبارك؟ الحمد لله أنا بخير، مشتاق لكم والله. أهلا وسهلا، يسعد لي المساء، كيف صحتك؟ شو بخير؟ الحمد لله أنا بخير، ما طول أسمع أصواتكم هاي الجميلة، فالحمد لله أحمد الله وأشكره. يطول بعمرك، أهلا وسهلا. ست أم محمد، خبريني وقلي لي، هاتي لنشوف، أنت يعني امرأة وأنثى وبتعرفي متى تموت المرأة وهي على قيد الحياة. من شوي حكينا مع يعني حكينا عن الكاتب جابرييل غارسيا ماركيز، وقال أنه رأيت امرأة ميتة يوم أمس وكانت تتنفس مثلنا، ولكن كيف تموت المرأة؟ شرحت أنا كم شغلة هلأ. برأيك أنت كأنثى، غير الشيء اللي حكيناه، متى تموت المرأة وهي على قيد الحياة؟ أول شيء أستاذ جورج تحياتي إليك، تحياتي، الموضوع كان جدا جدا جميل وعجبني صراحة. تسلمي لي. وثاني نقطة أنا بالنسبة لي أحكي لك عن حالي أنا. نعم. أحكي لك عن حالي أنا بكل صراحة. إنه أنا هذا الشيء وهذا موضوع أكله خاصني أنا بالخاص، يعني صراحة خاصني أنا. نعم. أشوفه بنظريتي واللي الشيء اللي فكرت بيه والشيء اللي سمعته أنت والكلام اللي قلته أنت يعني. نعم. يطبق عليه أنا. احكي لي لنشوف الشغلات اللي أنا ممكن أنا يعني أعرفها شيء جديد من عند أم محمد تجاه هذه الأنثى التي بداخلك. جورج أنا يعني تزوجت عمري 17 سنة. نعم. وتزوجت عمري 22 سنة. نعم. فأنا عندي أولاد، يعني أنا من تزوجت عمري 17 سنة وتمرت عمري 28 سنة، فيمكن أنا صرت المسؤولية وتربية أطفال. نعم. فأنا بالنسبة لي تمام أنا عايشة على قيد الحياة، بس صدقني يعني يعني تفهمها أنه عيشة صعبة، انه مرة وعدها اطفال، وانه بهذا العمر اني تحملت مسؤولية 5 اطفال. نعم. وفوق كلها انا راضي بهذا الشيء، واحمد الله واشكره انه عندي اطفال واربيهم. بس صدقني اللي مزوجني هو كلام الناس. نعم. استاذ جورج، يعني انا ميتة وانا على قيد الحياة، انه لا اقدر البس، لا اقدر. نعم. ابحث. لا اقدر احكي، لا اقدر اشكي احد راسا، لا خاي ما عاد زوج، ليش تضحك، ليش تلبس، ليش تطلع، ليش هيك، ليش هيك، انا كل شيء متحاسب يعني.
هسه اتصالي عليكم. ايوه كملي ام محمد. شلون هي اهله وما عندها ذنب تطلع تعيش على الاذاعات وتشارك بالمواضيع وما عرف ايش. احكي لي احكي لي قولي 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 اللي بقلبك احكي. استاذ جورج بالقران يعني اتمنى كل شيء بداخلي وكل شيء سمعته احكي لك اياه. ايه انا اتصلت ترى ما اعرف شنو البرنامج بس حبيت اشارك اول اتصال حتى اشاركه يعني اسمع صوتك يا مع برامجك كلها جميله. استغفر الله يا الله العظيم استاذ جورج يعني يا ريت يا ريت كل شيء بداخلي احكي لك يا ريت. طيب بحترم هذا الموضوع يا ام محمد بحترم هذا الموضوع وكل التحيات والجميله لك ويسعد لي اوقاتك. باي باي محمد. بناخذ علي. علي راح. مين معي؟ حموده. مرحبا يا حموده. الو مساء الخير عليك يا استاذ حموده المدريدي. كيفك حبيبي شو اخبارك؟ تمام على كل كادر راديو البث حبيبي تفضل يا حموده. الهوى لك حبيبي. بالبدايه قبل ما ابدي بس اقول كلام صغير لمحمد. هاي يسمونها حريه شخصيه. اذا اليوم انت اتصلتي او حمود اتصل فما لا تهتمين بكلام العالم. اذا انت اهتميتي اليوم بكلام العالم صدقيني كل شيء ما راح تحققين اللي ببالك. هاي الناس فارغه نعم تستمر بحياتك نعم تسوي الشيء انت القنعانه به. هذه انا اعرف هذه حريه شخصيه نعم. فنعم استاذ جورج على موضوعك الحلو والبدايه اشكرك على هذا الموضوع الحلو. شكرا لك حبيبي تفضل. استاذ جورج المراه من يعني تفقد هذه الاشياء اكو اسباب لها. الاسباب المراه دائما شو تريد يعني من الرجل؟ تريد الامان. تريد الحب تريد الحنان نعم. تريد يعني مثل ما تقول اليوم تريد شيء يلمها نعم. بس اليوم هي من تلقى خيانه زوجها. احكي لك اليوم عن المتزوجات نعم. اذا اليوم عند زوجها دائما يخونها دائما يخيب ظنها. او اليوم مراه بنت احلام ورديه على شخص كمثلا نقول حمودي. اليوم بنت كانت تحب حمودي وباني امال على حمودي المدريدي ان بعد زواجهم راح يصير حياته كلها ورديه. حمودي وعدها وعود يعني ما يخطر على بال بشر نهائيا. بس من لقت اليوم جت على حمودي تغيرت هذه كل الكلمات والايام الورديه. ليش؟ ان ما وصف كلامه اصبحت معطمه. الهدام الاساس هو للمراه صراحه الخيانه نعم. وتكسر المراه دائما هي الزوجه الثانيه. الزوجه الثانيه هي تكسر المراه. طيب قبل الزوجة الثانية ما في عنا هيك أمور يعني بتحس إنه الأنثى بتتضايق منها بتزعجها منه ما تلقى الرجل يغار عليها ما تلقى الرجل إني بعدلها ما بقى اهتمام يعني ما في اهتمام هو بالاهتمام لازم نعم. اليوم المرأة مثل اليوم مثل يجي حمودي إني يكون عامل مرته بأسلوب حلوة حياتي قلبي هذه هدية بسيطة أي شيء قدم لها. هذه المرأة هي شيء المرأة شنو ترى هي مثل الوردة يعني دائما أقولها والله قد تزقيها انت قد تزقيها تنطيك ورد ريحتها طيبه بس انت من تهملها من تهملها ما راح تعطيك اي شيء. وشوف هي محبطه فليش احنا اليوم هسه مني يقول لك هذا دائما حمودي من النساء ترى الله نعم. سبحانه وتعالى وصل يعني وصل بالنساء ونزل فيها صوره كامله في القران. طيب شو بتقول مثلا المراه شو بتقول المراه اللي حاسه بهذا الموضوع اللي عم تقول انا يعني انا ميته بس انا عايشه يعني عمليا؟ اقول لها بس اقول لها اقول تحسبي الى الله إذا هو اليوم لاقى ما لاقى أي حنان بس لرب العالمين يعني من هي نفسها ما لازم تقوي حالها. استاذ جورج المفروض يعني الزوجة الناضجة تيجي تقعد مع زوجها شوف زوجها هسه زوجها يقول أنا يقول والله أنا استعد مثل ما منطقة اليوم والله أنا فأنا مهتمة بيها. لا حبيبي ما مهتم أنت تقعد مع زوجتك وقول لها أنا أحب اللون الأصفر أنا أحب الماي أشربه بالكاس أنا أحب الشاي أشربه بالكوب فهي تتعلم أطباعها نعم. فهي مهم تجي تناحره نعم. بس أهم الزوجة لازم تكون الزوجة يعني تايت زوجة. بس هي طبعا تايت جورج هي أصبحت المرأة دائما بهذا الوقت تقول أنا محبطة وانكسرت نعم. بكثرت المواقع الزوج هامل جاي قبل التليفون شاف له واحدة حبته قالت له كذا وكذا وحب حياتي وعمر حياتي. أنا واحد من الناس حمود المديد وخلي كل تنقذني. أنا قبل ما أتزوجت أنا كلها قالت أنت سبورت وأنت معدل وأنت نعم. كذا نعم. بعد أنا ما أتزوجت ما لقوا عندي شيء إن تزوجت خير إنسانة كلها راحت نعم. هذا العرف هذا المواقع نعم. فليش اليوم ماكو أنت ماكو لك موطن يا رجل يا عزيزي مالك موطن إلا زوجتك. ما تستاهل الحب إلا زوجتك ما تستاهل الحب والحنان إلا زوجتك نعم. لا تكسر قلب زوجتك على شغلات ما تسوى فمالك إلا زوجتك ترى باكر أنت انكسرت مالك الا زوجتك بين قوسين حلو فحافظ على زوجتك وحافظ على اهلك حلو كمان رساله كثير حلوه حموده يسعد لي اوقاتك كل التحيات الجميله لك.
بكل الأحوال هناك الكثير مستمعينا من الأمور التي يجب أن نقول، يعني حتى لو نحن رجال، حتى لو نحن رجال يعني أحيانا في شغلات منحس فيها بالمرأة. ما تقولوا لي ما بتحسوا، لا نحن منحس بشغلات المرأة، أنه هي المرأة انكسرت من جوا، ضايقت، صار في جواتها أمور كتير لازم نحن نحكي فيها، ولكن يمكن كبرياءنا نحن كرجال، الكبرياء اللي داخلنا ما بيخلينا نحن نحكي بهي التفاصيل. يمكن منخاف من ردة الفعل، يمكن في رجال جبناء بشغلات معينة، رغم أنه هن بيعرفوا أنه هذه المرأة بحاجة يمكن لثم الجراح مو أكتر من هيك. بس بتوقع المرأة يمكن تجاوبني أكتر من هيك. خلوكم أنا فايزا مستمعينا، أكيد نتابعين معكم دائما بأجواءنا. يمكن نقول الأجواء اللي دافية شوي، في كتير أمور اللي عم نحكيها بصراحة اليوم، عم نحكي نحن بصراحة. أوكي خلونا نسأل، في معي اتصالين أنثويين، ناخد غرام، نقول مساء الخير لغرام. ألو أناني غرام، بدون غني إذا سمحتي. أوكي اليوم سؤالي، أهلا وسهلا فيكي، اليوم سؤالي لألك، كيف تموت المرأة وهي على قيد الحياة؟ طبعا جابرييل غارسيا ماركيز الكاتب الشهير قال أنه تموت إذا فارقت وجهها الابتسامة. أنت هذا الموضوع معه أو لا؟ كثير سيني ساحل، لا عم بيعيشوا بجسد وروح بس بقلب مجموح. احكي لي ليش. للأسف، والدليل هلأ اتصال أم محمد، تحياتي إلها بوساتي، أقلها ما حد يستاهل دمعة من دمعاتك، عيشي حياتك وتونسي، وهلأ في يعني لا تهتم بكلام الناس، هاي وحدة. اثنين، بدي إياها تكون أقوى من هيك. النساء والمرأة تموت عندما تشوف عدم اهتمام الرجل فيها، عندما تشوف إنه الرجل بيخونها أو بيسوي علاقات عيني عينك. للأسف هلأ إحنا مجتمع ذكوري، أنا ضد الرجال، ومن منبركم وراديو الغد أقول لكل امرأة أو ابنية أو إنسانة مطلقة أرملة أي تسلية كانت، عيشي حياتك واهتمي، وش ما يسوي زوجك أو حبيبك أنت هم سوي نفس الطريقة أو الأداء اللي يسوي، يخونش خوني، يتعارك وياه تتعاركي وياه، يضربش ضربي، يطلقش طلقي. طيب أوكي طولي بالك وهدي أعصابك وروقينا واشربي ليمون ولبن. كل شهادة هيا أنت أشرب. اسمع طيب، أنا اليوم عم بسأل عن انت كامرأة كأنثى، يا ترى كيف انت ممكن يعني بتلاقي حالك انك انت انكسرتي؟ جاوبتك هلا. انت كغرام. انا ما انكسر غرام، لان انا طلقت الشك قبل فترة، انا عدت زوجي خلعته، قلت له ما بدي اياك، وصلنا لدرب مسدود او باب مسدود، كان يشك بي، ما يقبل علاقاتي، يريدني اتحجب البس حجاب، ما يريدني أسوق سيارة وأطلع أفتر أحكي يا شباب، موبايلي متروس أرقام شباب ولد، شو سوي؟ أحب الشباب وأحب أحكي وياهم وأحب أخابر قنوات وأغني وأرقص وهاي، شنو يمنعني؟ يجي لي مثلا استشني أو أقعدي عاقلة أو ما يصير هيك، إحنا مجتمع ما يصير، فما تقبل يعني ما تقبلت. قال لي ما يصير، إذا ما يعني ما تعدلتي أو صرتي أحسن رح أطلقش. إذا بالطقال دربي فض ما يرد بعد أحسن، حتى أطلع على حل شعري أستار أشوف بنيتي. أنا أقول يعني أي بنية أو أي امرأة تسمعني هلأ، أقولها أنه عيشي حياتك، صح أن زوجك وهاي سنة ظهرك والمجتمع ما يتقبل وأهلك رح يمنعونك ويطلعون الصوش بيك، بس بالأخير أنت رح تتندمين. الحياة مرة واحدة نعيشها، والفرصة تجيك مرة واحدة، إذا زوجك يقدر تتبدل يتبدل عادي، بس أمك وأبوك ما يتبدلون، حياتك ما تتبدل، شكلك طيب ما يتبدل، رح تبقين أنت، فأنت بدي وإذا تقدرين تغيرين غيري على قد ما تستطيعين. هاي اللي أقدر أقوله. تمام، شكرا يا غرام. حلو، يعني نحن كنا عم هيك نسأل بطبيعة الحال عن كتير شغلات داخل الأنثى. يمكن غرام عطتنا هيك مجموعة باكيج كاملة بهذا الموضوع. لنشوف جيلان شو راح تقلنا. مساء الخير يا جيلان، كيفك؟ مساء الخير، أهلا وسهلا، شو أخبارك؟ تمام، أنت كيفك؟ تمام، ماشي الحال. اليوم موضوع بوجع شوي ولا لا؟ لا ما بيوجع، بس موضوع كتير قوي وحساس بنفس الوقت. احكي لي، هاتي نشوف.
هلا اكثر شيء انه المرأة اكثر شيء اللي بيكسرها، يعني لما ما بتكون عايشة مراحل حياتها، وخاصة الزواج المبكر، بس ما كملت تعليمها، ما قدرت تعمل هوايات هي بتحبها، ما قدرت تعيش الحياة الاصحاب لما بيكونوا مع بعضهم. وتانيا نعم في سبب اكثر شيء يعني اللي بيكسر المرأة، لما بتكون هي مع رجل ان كان حبيب ولا خطيب ولا زوج، لما بيكون هو هي بتشوف حالها انه، وقت هو بيحسس انه انت موجودة بحياتي كرمال سبب معين، ما انه بيعاملها مثل ما هي بتعامله أو لقايمة، لا أنت موجودة بحياتي كرمال سبب معين. نعم هلأ في مراحل بتعود بتختلط، يعني بتختلف بين المتزوجين والخاطبين والحبيبين، يعني ما فينا نشملهم مع بعضهم لأنه كل حدا شيء. بس هاي الأمور كتير بتكسر، يعني أنا شخصياً هاي الأمور كتير بتكسرني، أو لما بيحسسك أنه أنت غبية، أو لما بيكون هلأ كتير أسباب صراحة أنا عم بختصر. نعم في أسباب لما بتكون مثلاً، يعني انا لي مده كتير بعرفك، هلا مثلا انت لك شهور تعرفني، صرت يمكن تاخذ فكره شو جيلان، او اجي اخر فتره اخر مره بتجي بتقلي مثلا جيلان انت طلعتي هيك هيك، لما انا بنصدم انه انا والله ماني هيك، ليش هو اخذ هالفكره عني؟ يعني كل هالعمر كل هالوقت انه انت شفت بس سلبياتي ما شفت ايجابياتي. هاي الاشياء بتكسر، بحس انا هاي الاشياء بتكسر، بغض النظر عن الامور الثانيه الانانيه والمعامله والاهتمام، يعني هو الاشياء ثانويه لازم يكونوا. نعم طيب اوكي، جيلان، يعني لما بنشوف مثلا عنا امرأة بلشت تهتم بحالها أكتر، بلشت هيك أكيد. يعني بعد ما مثلا فصلت او يمكن تركت حدا او الى اخره، صحيح، رجعت من اول وجديد تهتم بحالها، تلبس تتمكياج تروح وتفوت تحط صور على الفيسبوك على انستغرام الى اخره، هون بهاي الحالة هون هي فعلا بتكون ميتة؟ يعني هون بتكون خلاص، ولا بتكون يعني أنعشت نفسها؟ أكيد بتكون أنعشت نفسها، وبتعود لعقلية المرأة، يعني كل وحدة تفكيرها شيء. في بنات بيعيشوا هالشيء كرمال إنه ليجاكروا فلان، حتى إنه يشوفني أنا مبسوطة بلا، وهي من جوا يعني ما لها عايشة، يعني هي من جوا عم تتقطع وبالليل دموع على خدودها وهيك، بس نعم. المكياج عم بيغطي وجهها وهالأشياء. نعم. في منهم لا عن جد بيكونوا هيك، وأنا من أولهم. يعني أنا هلأ قطعت كتير بمراحل صعبة بحياتي، والحمد لله يعني رجعت قويت وانكسرت بمراحل ورجعت قويت، وأنا قويت حالي بشخصيتي بوجود أهلي، بوجود ناس اللي أنا عرفت اختارهم بحياتي، يعني مكياج، شعر، حلو. ديكور غرفة، وهاي الأشياء الحلوة الموجودة بالحياة وأشياء هاي، والبنات بس في يعني شي قصص جواتك البنات انكسر طبعا صح؟ انكسر، بس أنا رجعت يعني مثل ما بقولوا رجعت صلحت بحالي. هلا مثل ما بيقولوا شيء انكسر ما بيتصلح، نعم، بس كسرة عن كسرة بتفرق. صح بترجع بتناشي حالك جيلان. صح اوكي، اكيد شكرا يا مجوج، كل التحيات الجميله لك، اهلا وسهلا فيكي. سلمى من كندا مساء الخير. دجله بتقول مساء الخير كمان، اهلا وسهلا فيكي. نرجس يسعد لي اوقاتك، تكرم عيونك. حامد عطار بيقول مرحبا جورج، يسعد مساك ومسا الجميع. اكثر من سبب بيكسر المراه لدرجه بتتوقع انها ماتت، مثل الخيانة، الكذب، الإهمال أو الظلم، بس بترجع بتعيش. لكن يمكن لما بتكون بتعطي من كل قلبها وبتتعرض للخذلان، بتوصل لمرحلة إنها بتندم على أي شيء حلو فيها أو عطيبة قلبها وصدقها، تفقد الثقة بالجميع وحتى بنفسها، بطل تحب وتكره، بتبطل تشعر بالفرح والحزن، بتوقع وقتها بتموت وهي على قيد الحياة. دجلة بترجع بتقول بتموت المرأة عندما ما تلاقي الاهتمام والحب من الرجل، تفقد أنوثتها. محمد مساء الخير. فاتن مساء الخير. ليلاس بتقول أنا برأيي، ليلاس أتاسي من دمشق بتقول أنا برأيي مو شرط الرجل حبيب أو زوج يكسر المرأة، أحيانا بالعكس الرجل بيعطي دفى حنان للمرأة، وأحيانا المرأة بتكسرها ظروفها بالحياة وظروف مجتمع ظالم ما بيعرف غير تقاليد الشرقية الصعبة. كتير أسباب بتكسر، مو شرط رجل ابدا. بدي اغنيه مجنون لرامي عياش، حلوه اغنيه صرنا زمان ما سمعناها، تكرم عيونك. شكرا ليلاس، كلام جميل هلا اللي انحكى كلياته مستمعينا، كلام رائع وكلام مقنع جدا 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 لكل اصدقائنا. على ما يبدو انه الانثى بتحس، بس يا ترى الرجل كمان بيحس بهاي الموضوع؟ خلينا نسال ابو حموده. مرحبا يا ابو حموده. الو الو، مساء الخير استاذ جورج. يا مساء الخيرات والليرات، شو اخبارك؟ الحمد لله بخير، انت شلونك؟ اهلا وسهلا، كيف صحتك؟ تمام
والله تمام الحمد لله. تحياتي لك والمستمعين. حبيبي شكرا كثير لك. كل المستمعين والمستمعات. كلك ذوق حلو. معك ابو حمود السنجاري. والسبعة نعم اهلا وسهلا فيك. تفضل يا ابو حمود تفضل يا روحي. والله انا اشوف المرأة تموت حين لا يكون لها اي حق في اختيار حياتها. اوه. ويفرض عليها وضع يحط من قيمتها ويجعلها سلعة تباع وتشترى. هذا كلام خطير جدا. نعم وتموت المرأة أيضا. نعم. حين تخان وتنتهك كرامتها باسم الحب أو أوكي. العرض. أها. وأيضا تموت عندما تفقد فيها احترامها لذاتها أولا أو. بس الكلام اللي كان يعني لها الكثير. الكلام اللي حكيته كتير كبير أول شيء كتير كبير. نعم. أيضا المرأة. يعني لما ما بتختار مين بتحب. وهذا شيء منعاني فيه منه بمجتمعنا كتير أبو حمودة. نعم. شو رأيك؟ ليش بيصير هيك؟ المجتمعنا المرأة مظلومة دائما. نعم. مين اللي بيظلمها؟ يعني الرجل؟ مثلا أجيب لك مثلا المرأة يعني فضل. يموت زوجها إذا عدا أطفال يعني ما تقدر تتزوج مرة ثانية مثلا. أوكي. الأهل ما يقبلون هذا الشيء. نعم. أو العرف العشائري والعادات والتقاليد يشوفون هذا الشيء يشوفونه ما حلو مثلا أو عدد أطفال زين تحتني بدول الأطفال. هذول الأطفال يعني أكو ناس يربون ويتعبون زين. المرأة تتعب والأطفال من يكبرون يصيرون مو أبناء لها للمرأة يصيرون عدو لها. بهاي الحالة المرأة شوف نفسها ميتة يعني هي. تمام 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 تمام. طيب اوكي. نعم مستر. برايك يعني هذا الظلم الى متى؟ والله انا اشوف هذا الظلم باقي ما طول هاي العادات والتقاليد موجوده هذا الظلم باقي لان حريه المراه ما عندنا. نعم نعم استاذ جورج. حريه المراه ما عندنا وبعدين يعني واخرته ما اعرف والله شو اقول لك. يعني ممكن مثلا يكون في الجيل القادم او الاجيال القادمه ممكن احنا يعني نزرع بفكرهم هذا الموضوع. والله ما نشوف ظلم يعني مو بس المراه. أيه. اكو قسم من الرجال هم يعني ميتين هم فهمني انت تجور. نعم نعم نعم. اكو يعني اكو رجل متزوج مثلا في رجال بيظلموا حالهم بالمراه. أيه. بالمراه. أيه. ها يعني ببلشوا. نعم. يعاقبوا حالهم. نعم. بالمراه. نعم. صح. ممكن الزواج الثاني هو عقاب لنفسه بالمرأة. نعم تمام. شكرا يا ابو حمودة يسعد لي وقتك. في معنا كمان اتصال معي شوق. مرحبا يا شوق كيفك؟ الو مساء الخير. يا مساء النور شو اخبارك؟ والله تمام انت. اهلا وسهلا يسعد لي وقتك يا شوق. تفضلي يا غالية احكي لنا واشرحي لنا وقولي لنا. قبل ما أبدأ سلام من أريج. تحية لأريج يسعد مساكي ومساها. تفضل يا غالية. الله يسلمك. قولي لها. الله يا أستاذ جورجي أشياء كثيرة أنه هي تموت المرأة على قيد الحياة. أنت كأنثى. أيوة هي هي. أنا بدي أكي تحكي أنت عن ذاتك. تفضلي. فترة بس الحمد لله عديتها يعني بس مرت يمكن تقريبا سنة سنتين أنه أني يعني شكل لك يعني بس جسد عايشة يعني ما لي نفس بالحياة يعني فعلا بس جسد عايشة يعني ما لي نفس بأي شيء عبالك يعني كل شيء بالحياة مات من يمي ما بقى شيء ما لي رغبة بالحياة عبالك صيح ميتة يعني صيح ميتة على قيد الحياة. نعم. أشياء كثير هي ما بس يعني ما بل المتزوجة أو شيء حتى البنت يمكن حتى البنت من تنظلم من أهلها أو شيء هي تموت. تمام. على قيد الحياة. تمام. الظلم والإهمال والقساوة وإنك تفقد شخص يعني عزيز عليك إن كان يعني تفقد وفاة هالشي هذا هم إنه تنكسر المرأة بي. نعم. أستاذ جورج أنا قبل 4 سنوات تقريبا كنت أعرف أنت لما انفصلت عن زوجي. أنا يعني شقل لك يعني ما ظل لي حتى يعني تخيل يعني حتى الناس يعني ما عاد اطلع عليهم يعني حتى اذا يجون خطار او يجينا شيء ما اطلع حتى عليهم عبالك يعني بس هيش عايشه بالبيت يعني حتى اهلي يعني حتى اهلي قاموا يودوني على اطباء او شيء يقولون بس اطلعي من هاي حالتك انت يعني حتى عاد تاذينا وياك اقول لهم ما بيدي يعني صار لي وحد لحد الان يعني
هالفترة خاصة معف أحس إنه هالشعور عاد يرجع لي، لو أن أنا قلت أطلع من هالحالة بس ما أعرف كلام الناس وما يرحم. عم بسمعك. قبل أسبوع حتى أنا كنت شوية كنا ملتهين بعمي كان مريض وتوفى قبل أسبوع. وتعرف كنا بالفاتحة وهاي كلام النسوان، يعني تعرف أي يعني حتى قرابتي أو أي شخص من يحكي وياي يجرحني بكلام، يعني ليش لحد الآن وليش ما أعرف إيش، يعني ليش يقولوا لي ليش لحد الآن ما تزوجتي، ترى هالشغلة ما بيدي وليش طلقتي وشنو السبب. أنا هالكلام يجرحني، هم ما يدرون إنه يجرحني. أجاوب أنا الضحكة مرسومة على وجهي عادي، أقولهم ما يخالف وشو، بس أنا من داخلي يعني مين بس مين أنا من داخلي مكسورة. مين بحس فيكي شوق؟ مين بحس فيكي؟ واللي بحس فيكي شو بيقدر يعمل لك؟ ما حدا يعمل لي شيء، يعني ما حدا يحس بي غير أمي وأبويا بس. شو بيقدروا يعملوا لك؟ شو بيقدروا يعملوا لك؟ ما يقدرون يعملوا لك أي شيء، أصلاً هم هسه شايلين همي، يعني على قولتهم إحنا ما دايمين لك، وأنت إذا تبقين هيجي حتى أنا مالي، حتى من كلام الناس مالي رغبة، حتى ما عاد أثق بأي رجل، يعني ما عاد أثق. وحتى أستاذ جورج حتى هسه يعني إذا أحب شخص مثلاً، أنا هسه أحب شخص يعني ما متزوج، أهله كم مرة رفضوني لأنه أنا مطلقة هو ما متزوج، بس يعني أنا أبقى للي ولي ويش، يعني حتى مالي رغبة بالحياة أصلاً. لا طولي بالك، نحن ما بدنا نوصل إلى هاي القصة، يعني هاي الموضوع ما لي رغبة بالحياة. لا هلا أنت بتعرفي إنه يعني رب العالمين شو بيقول، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ما هيك؟ طبعا شيء أكيد. كل شيء بيصير، يعني كل شيء بيصير بالحياة له حكمة، صدقيني كل شيء بالحياة بيصير له حكمة، ما بيروح ما بيتخلى عن هاي الحياة إلا الشخص الضعيف. طبعا أنت مالك ضعيفة، يعني رب العالمين لما خلقنا. لا طبعا الحمد لله. أوكي. أنا شقل لك، أنا من ما أتخالط ويا الناس، من أتخالط ويا الناس أضعف، من أبقى بوحدي. بس أنت لازم، بس أنت لازم تاخدي قرارك يا شوق، لازم تاخدي قرارك ولازم تقوي أنت، لازم. شفتي جيلان شو قالت اليوم؟ يعني هي بنت مثلك مثلها، شو لازم تعملي؟ أول شيء تبلشي تهتمي بحالك، ترجعي تكوني شخصيتك من أول وجديد، ترجعي تعملي الشغلات اللي أنت بتحبيها. طبعا مثل ما عم تقولي أنت، إذا والدك ووالدتك واقفين جنبك فما تتخيلي واحد أو أي إنسان ممكن يكسرك. ارجعي طبعا شيء أكيد الحمد لله، يعني واستغلي. أنا قلت لك طلعت، يعني الحمد لله يعني أنا معك، أنا معك بس ليك صحيح أنه أنا مريت بهالفترة بس رجعت. شوفي شوق، لقلك شغلة، دموعك أول شيء غالين جدا، غالين، أغلى من اللولو، أغلى من الألماس. لا والله ليك، أنا مو لأنك أنت عم تحكي معي، لا، بس دموع أي امرأة غاليين جدا، وخصوصي إذا عم تحكي من حرقة قلب، وأنت اليوم عم تحكي من حرقة قلب. اعتبريني أنا أخوكي الكبير، أوكي؟ اعتبريني أخوكي الكبير، وعم قلك وقاعدين أنا وياكي هلأ، وأنا عم أرجع قلك، أنت بلشي خدي قرار. أول ما بدك تاخدي خدي قرار، اليوم لأهلك أنا قررت أنه 1 2 3 أعمل، أرجع أبني حياتي من أول وجديد، بدي أكون تساعدوني. وانتبهي يا شو، انتبهي كتير منيح، استغلي أهلك موجودين جنبك هلأ، استغلي أهلك موجودين جنبك، الله خلي لك ياهم. ما بدك تمر سنين وانت ترجعي تنكسري وترجعي تنطوي وترجعي انطوائية من أول وجديد، لا، خليكي قوية بمساعدة أهلك، وهي اعتبريها من أخوك الكبير، تمام؟ بتمنى المرة الجاية تقليلي جورج أنا أخذت قراري، وبتمنى تقليلي إنه أنا بلشت من جديد وأنا خلقت من جديد، ماشي؟ بتمنى من كل قلبي. ماشي أستاذ، راح أخذ نصيحتك. هي مو نصيحة، هي دردشة بيني وبينك. شكرا يا شوق، يسعد لوقتك، والله يحميك يا رب، كل التحيات الجميلة لك. جيلان تقول: هكذا تموت المرأة الضعيفة، أما المرأة القوية الواثقة بنفسها لا يكسرها ولا يكسرها ولا يهزمها أي شيء، تنكسر نعم ولكن تنهض من جديد لتزهر كل يوم. فاتن بتقول: موضوع اليوم بالنسبة لي يوجع،
ورأيي تموت المرأة وهي على قيد الحياة عندما لا يوجد شخص يهتم فيها وبأنوثتها ويحرق قلبها وأحساسها ومشاعرها وما يهتم فيها، وأهم شيء عندما يخونها. محمد بيقول المرأة تموت عندما تفقد الاهتمام والحنان بوقت الرجل يكون بأنانيته بإنسانيته من الداخل، هي حب وغيرة بس ما بيعرف يعبر. دجلة بدأ أغنية في حاجات سمعناها يمكن. أوكي. نرجس بتقول تموت المرأة وهي حية، وهي حين تنكسر وتهجر دون سبب، حين يخذلها غريب وقريب كان يمثل لها القدوة والسند، حين تعضها اليد التي كانت تتمسك بها بقوة فتفقد ثقتها بنفسها وبهذا العالم. ليلاس بتقول لا تنسى يا حسام غنية مجنونة رامي عياش مشانا ومشان عيد ميلادها. أوكي تكرم عيونك يا ليلاس وإن شاء الله كل عام وانتي بألف خير. بناخد كمان اتصال جديد معي أمل. مرحبا يا أمولة. ألو. مرحبا يسعد مساك. مساء النور، شو أخبارك يا أمل؟ الحمد لله ماشي الحال. أهلا وسهلا أمل. متى تنكسر؟ وإن شاء الله ما بتنكسري. أنا سلمى، أنا أول مرة يعني المرأة بتموت على أجزاء، أنا بموت على أجزاء يعني بتموت على أجزاء. كيف يعني على أجزاء؟ يعني مثلا أول ما توفى بابا حسيت إنه جزء مني مات، تمام، إنه شيء انكسرني، تمام. يعني ما عاد أرجع مثل قبل. نعم. ما عاد إنه يعني إنه أكون جريئة أو كذا، حسيت إنه شيء يعني نزلني للأرض. ثاني يعني شغلي لما يخزلك، يعني أنت بتقول هدول الناس هن يلي بيكسروني، هدول يلي هالشغلة بتموتني بتقتلني، مثلا مثل الأهل مثلا. عرفت مثلا فراق الأهل مثلا هذا بيموت كمان، ما جزء مني يعني. نعم. مثلا فراق يلي بحبهم مثلا، أو مثلا أنا مثلا يعني بقول هالإنسان مثلا حاطة ثقتي فيه، تمام. نعم. بيقوم بيخزنني بيقد يعني بيطعنني بيقوم بيموت جزء مني. تمام. فالواحد بيموت يعني. أنا بحس إنه هلا أنا يعني إنه بحس حالي إنه عم ببكي كتير كتير كتير، لأني بحس إنه قلبي عم يموت، في شيء جواتي عم يموت شوي شوي، بس أنا يعني بحس إنه بعد هالموت يعني عم بقوى. يعني هالشغلة بتضعفني كتير. بتضعفك ولا بتقويكي أكتر؟ تفضل. عم أقول بتضعفك ولا بتقويكي أكتر؟ لا أنا إذا خسرتي اللي هي بتضعفني. يعني بتلاقي بتكسرني، فلما خسرتها خلاص يعني ما عاد خاف، فصرت أقوى. تمام؟ طيب يعني أوكي. إنه برجع بصير أقوى، مثلا إنه أنا عرفت إنه أنا لحالي مثلا. فهذا الشيء أول شيء بخاف وبحس إنه شيء بموتني، ما حدا ساعدني مثلا أو كذا، أو لازم أنهض بحالي، فهذا الشيء بموتني. يعني أنا طول حياتي مثلا إنه أنا في حدا وراي. نعم. في حدا اتكل عليه مثلا يعني. فبتحس إنه هالشيء بموتني، فأنا بحس حالي إنه على أجزاء، ما في حدا بيموت مرة واحدة عن جد، يعني بتحسه بيموت شوي 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 شوي، طعني ورا طعني طعني ورا طعني، آخر شيء بتدبل يعني، خاصة نص المرأة يعني بتتحمل 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 بتتحمل. بعدين آخر شيء بتلاقيها مرة واحدة خلص، تمام، يعني ماتت. يعني هو يعني بتلاقيها شوي شوي راحت ضحكتها شوي شوي، راح يعني بطلت إنه تندمج، بطلت. طيب. إنه صارت انعزالية، بطلت إنه والحل؟ يعني والحل برأيك؟ الحل برأيي لازم المرأة تموت حتى ترجع تنهض. أنا هذا هو الحل، ضروري إنه تموت، ومو مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، أكثر من مرة، وكل ما ماتت ترجع تنهض أقوى وأقوى. المرأة مثل طائر الفينيق يلي كنت تحكي عنه تتذكر؟ طبعا. فالمرأة نفس الشيء، ما بتموت لحتى تقوم عن جد. بس لما هي مثلا إنه جوزي، في واحدة مثلا عايشة لجوزها، نعم، جوزها هو قدر يقدر انه يقتلها يموتها، تمام، يقتل كل شيء فيها، بس هي تتخلص منه او يكون عندها القدر القوي انه هي تتخلص من هذا الشيء. نعم. اذا كان انسان سيء طبعا. طيب. فبتلاقيها تنهض من اول وجديد وتحسن حالها وكذا، بترجع تعيش، ترجع بس بدها تروح من اول وجديد بس. طيب على كل. طيب. حال يعني انا على فكره اذا متلاحظوا انه اليوم يعني كثير الاستماع إليكم، قليل إبداء الرأي، أنا اليوم حابب لأنه أنتوا تحكوا، لأنه المرأة لازم تعبر عن نفسها، صح؟
أمل يا أمل صح أوكي نمتي غفيتي شايف عم بحكي لك حكاية أنا أوكي ليلي كنت بدك تقولي شيء تفضلي بس أنا بدي سوري جورج بدي بس أنا قبل شوي البنت شروق كتير أثرت فيني شوق يعني أنا يعني إنه تعتبرني أختها الكبيرة حير بس أنا بنصحها تدرس يعني حتطلع من كل هالأجواء ادرسي يعني بتتحسني وبتصيري غير كمان فكرة حلوة كمان فكرة حلوة لا أكيد بتغير أوكي. كل ناسها بتغير كل أجواء وبتغير كل شيء حلو كمان يعني فكرة حلوة ومهمة جدا أي طبعا أكيد وأنا بأيدك كمان بأيدك شكرا يا أمل كل التحية الجميلة لألك في عندي نغم مرحبا يا نغم من بلجيكا مرحبا نغم ألو نامت نغم راح النت عندها لنغم يلا أوكي رجع النت معك أنا كيفك بعرف صرتي معي لا تخافي أنا معك لحظة بلحظة كيفك نغم يمكن حقك علينا أنا آسف بس عم يعني حاول نسمع الكل نحن تفضلي يا نغم على جيو أنا لأقول لك كلمتين يلا لكل حدا ما بس لكل مرة لكل حدا عدوك هو أنت نفسك نعم ما تعيش لحدا ما تنطر شيء من حدا ما تعطي حدا المجال أنه يوصل للمكان اللي بيقدر يأذيك فيه يعني أنا لاحظت أنه هلأ أمل عم تقول أنه أنطر شيء من حدا اتكل على حدا ما تنطر شيء من حدا ما حدا عايش لألك طيب كله اللهم شوفي في عندي رسالة إجت من أم عزيز من نسرين بتقول ألتموت المرأة عندما طيب. تشعر أنه لم يعد أحد بحاجتها لا أحبائها ولا أولادها شو رأيك؟ لما بيتخلوا عنك أحبائك أولادك هلأ هي أنت بدك تتوقع بكل لحظة بحياتك رح تفقد حدا مو رح تفقده لا مو يتفق دي يعني رح يتخلوا عنك رح يموت في فرق بين أنه واحد يتخلى عنك رح يتخلى عنك ليشوف حياته هو لأنه هو كمان عنده حياة ما رح يضل يعتمد عليك كل حياته ما رح يضل يعني رح توصل مرحلة الأم رح تفقد أولادها لأنه صار عندهم حياة صار عندهم مسؤوليات صار عندهم اهتمامات صار عندهم حياة هنن عم يأسسوها لحالهم ما رح ضل أنا محتاجة أمي كل حياتي مع طيب. أنه أنا أمي هي الشيء الوحيد اللي ممكن يموتني ممكن يكسر لي ظهري هاي الشيء الوحيد لأنه وصلت لمرحلة في شغلة أمل حكيتها صح المرأة بتموت لتعيش هاي صح هاي أنا ببصم لها فيها بالعشرة طيب. يعني هي لأنه بتجي القصة أنه الكلايمكس تبع القصة هي بتعرفها لما بتكون عم تقرأ رواية أو تشوف فيلم توصل الأحداث للذروة وبعدين بيمشي الوضع ما رح تتعلم شيء الا لحتى طيب. تضرب على راسك طيب اوكي انت كيف ممكن انت تخلي هذه المراه اللي بداخلك قويه لهذه الدرجه شو بتعملي ما بسمع لحدا بس ما تسمعي لحدا شوفي انت شو بدك انا شو بدي بسال حالي كل يوم نغم شو بدك نغم شو عبالة تعمل نغم شو في بنفسها شو أحلامها شو طموحاتها وبركض وراها وإذا بدي أعطي إني للناس بعمري ما بوصل للرضا يمكن نغم لأنك أنت يمكن نغم لأنك أنت هلأ عايشة بمجتمع بأوروبا بس أنت إذا عايشة بمجتمع شرقي ما رح تعيشي نفس الشيء ما رح تأخذي نفس القرارات صح؟ نكون صريحين يعني بقول لك شيء جورج إنه هون المجتمع بأوروبا المجتمع العربي بشكل عام أصعب من تبع سوريا شو بدك بالمجتمع العربي اللي هون؟ مالك فيه؟ المجتمع يعني أنت لما بدك تتخلي عنه تتخلي عنه يعني هلأ ما بنقارن إحنا برا بين سوريا أو العراق أو إلى آخره بس الفكرة أنه عم بحكي يعني لك أنا عم على المقارنة اللي أنا كنت عايزة إيه بس أنت لما بتاخدي أنت القرار خلص ما عاد يهمك شيء صح؟ خلص بتتغلبي على هدول الأمور بتزتيهم ورا ظهرك طبعا خلص إن أنا لما حتى لو أنا بمجتمع عربي لما كنت بمجتمع عربي الشيء اللي كنت أنا حبه كنت أعمله صح أنا كان يأذيني حكي المجتمع وغلطي إني رديت بفترة من الفترات على حكي المجتمع طيب بفترة من الفترات طالما أنا ما عم بأذي حدا ولا عم بغضب رب العالمين أنا شو بدي بالناس الناس بتحكي الناس شو جايني
منها. نعم. لا رح تطول عمري ولا رح تقصر عمري. طيب بالنهاية فعيشي انت شو بدك بالنهاية. انا يعني بتقلي لعيشي مثل ما بدك شو ما صار، عيشي مثل ما بدك طالما انت ما عم تغضبي ربك. حلو. واحد، ما عم تأذي حدا. برافو. اثنين، ما عم تأذي حدا. حلو. طيب اذا انت يا نغم، اذا هي عاشت ما غضبت حدا، اذا هي عاشت لا غضبت حدا ولا اذت حدا، تمام، ولا غضبت رب العالمين، طيب الناس بتتركها؟ الناس بيتركوها؟ ما حتترك الناس. الناس اذا بتقعد ببيتها بيقولوا لها معقده، اذا بتطلع برا بيتها بيقولوا لها فلتانه. حلو. اذا بتضحك بيقولوا مسهتكه، اذا بتسكت بيقولوا نفسيه. ما حتترك الناس شو ما عملتي. ايه شو بدك تعمل بحالها بهي الحاله؟ في عند اهل مخلوقه. ما بدك تردي على الناس، انت ما بدك تردي على الناس. واهلها، واهلها. ما هي المشكله، ما هي المشكله مو بس هي عندها مشكله، هي واهلها. يعني لما بنكون احنا عايشين بمجتمع محافظ صغير منغلق على نفسه، غير لما بنعيش بمجتمع مثلا مدينه اكبر، لما بنعيش بعاصمه، لما بنعيش بدوله مثلا اكبر او الى اخره. عرفتي شو الفكره نغم؟ انا عم حاول، انا عم حاول كون على الارض، يعني عم حاول. معك انا، معك. اوكي، معك انا. ما في اهل بحبوا يخسروا اولادهم اكيد، هذا شيء طبيعي، طبيعي هذا الكلام. شايفينها ماشي على طريق صح، وحاورتهم بالمنطق، حتى لو ما حاورتهم بالمنطق هي عم تعمل شيء صح، ما عم تاذي، هي ما عم تغلط، ما عم تاذي شرف العيله، هي عم تعمل مثلا، هي حاطه هدف مثلا كمثال. هلا انا بقول لك اني ما كملت دراستي هون، كنت عم بدرس ادب انجليزي بسوريا، اجيت لهون ما قدرت كمل دراستي، بس لحقت شغف تاني اللي هو هدف، هدف، هدف لألي. أوكي. يعني أنا إذا بدي رد على العالم إنه ما فاتت على الجامعة، ما كملت جامعة، ما شو يعني، كمان كنت فتت بستين حيط وفتت بكآبة إلى أول ما لآخر، هاي كشغلة صغيرة عم قلت لك. عرفت؟ يعني تزوجت وانفصلت، أنت بتعرف هذا الشيء. هي بدي رد على العالم، هو الموضوع قرار يمكن نغم، ما هيك؟ بالضبط، اني واقف بوش العالم، اني ما رد على العالم، كل العالم قال لي ما تخربي بيتك، ما بعرف شو شو الرجال فحمه لو كان رحمه وشو. لا لحظه، في كلمه جننتني، انه الفتره الطبيعيه لحتى اثنين يتاقلموا على بعض هي 8 سنين. بدي انا اقتل من حياتي 8 سنين على حساب مين؟ تمام تمام تمام. يعني انت خدي قرار، شو بده يطلع منه العالم؟ اوكي، شو بده بالاخر رح يحكوا بالاخر. هلا شوفي، انا بيعجبني البنت القويه، شخصيتها قويه، البنت اللي بتحب تاخذ قرارات. حلو هالكلام، حلو هالكلام. ان شاء الله يعني كل اللي عم يسمعونا هلا، ويمكن اللي ما قدروا يتصلوا او اللي مو حابين يتصلوا ويقولوا لنا انه انا مكسوره فعلا، يسمعوا كلامك ويطبقوا ولو 30% منه. فانا كلمه واحده عدوك هو انت بس. اوكي، وما تنطري شيء من حدا على فكره، ولا مقابل على فكره. يعني نغم عندها تجربه بهذا الموضوع، نغم عندها تجربه، ونغم مثل ما حكيت انه هي متزوجت وطلقت ورجعت قويت ورجعت ما هم حدا بعدين، واعتمدت على والدتها بشكل كتير كبير انه هي رجعت قويه كمان، وفعلا قدرت قويه ورجعت من اول وجديد وعم تشتغل وعين الله عليها ما رح كفي بعدين. لما انفصلت عنه مريت بفترة أسبوعين بس، أسبوعين أبكي ليل نهار إنه يا ربي أنا ليش ما بستاهل إني أعيش مبسوطة مثل بقية البنات. صرت حط الذنب على حالي، بالأخير فكرت إنه أنا ما شاء الله عليك كاملة مكملة، يصح له. وعملت اللي حمان، إحنا رجال شو نعمل بالعالم. اوكي ماشي الحال. انا غم تحيه للوالده، الله يسعد لي مساكي. بس بجد يعني انا اليوم ما بعتبر انه هي الحلقه حزينه، لا، بعتبرها انه الحلقه واقعيه اكثر، قادرين انه نحن يمكن نحكي بهذا الموضوع لايام كثيره. هذا الصوت ما عندي ولا من عندك؟ كنا عندك الوين وين. اوكي، هلا موبايل عم يرن، ضيعت لي الفكرة. أوكي، على كل حال أنا اليوم بقول إنه الحلقة واقعية جدا، قادرين نحن نلحق حالنا، نصحح حالنا،
يعني مثلا أم روان عم تقول تحتاج المرأة رجلا يكون لها وقت الحزن صديقا، وقت الحاجة حبيبا، وقت النصيحة أخا، وقت الفرح أبا. هلا بتعرفي شو؟ قالت شغلة نغم أنا معه، لا تعتمدي على حدا. نصيحة. مساء الخير جورج، بخصوص الموضوع أنا برأيي من أقرب المقربين إنه يتركه بأصعب الظروف. تحياتي من إبراهيم. أهلا يا إبراهيم، ما سمعنا صوتك اليوم يا إبراهيم، يسعد لي أوقاتك. كمان جورج أنا مع رأي أبو حمودة 100% من هبة. ورود بتقول مساء الخير جورج، أنا بشوف البنات المراهقات إذا فقدت حنان الأب رح تموت وهي عايشة. إذا الأب تجاهل البنت من الحب والحنان والاهتمام، بينما إذا حبت شخص وهو تركها تقدر بعد فترة تحب من جديد وتعرف تختار الشخص الصح. بس الأب ما بتقدر تجيب شخص أبدا عنه. أنا شخصيا بيعجبني اهتمام بابا فيني كتير من ماما، بس بابا أصلا ولا يهتم لا للبنت ولا للولد. السبب هو أن نحن ثلاث بنات وأربع أولاد، وإن شاء الله جاي بنت على الطريق، وأنا الكبير عمري 18 سنة. فكترتنا على دور بعدم الاهتمام من بابا، والبنت لما تلاقي الحب والاهتمام بالبيت تروح دور برا البيت وترجع مكسورة أكثر وأكثر من قبل، وحين لا تجد من يحقق لها أحلامها وطموحاتها. آسفة طولت عليكم. يعني كلامك يا ورود بهي الرسالة اللي بعتي لي إياها، قسما بالله شو بدي أقول لك، بعمل مجلد والله العظيم، أنا بعمل مجلد من وراها. شوفوا علمتنا كتير دروس ورود بهي المسج. أول شيء كثرة الأولاد تعمل عدم اهتمام بين بيناتهم، خصوصي نحن بهالزمن بهالظروف. هاي واحد. اثنين، اهتمام الوالد ببناته. عم تقلك أنا كتير محتاجة لأبي، كتير محتاجة لأبي. قديم نشوف نحن في صبايا كتير بتلاقيهم بعمر، بيطلعوا مثلا بعمر 18 ل19 سنة، إذا أجاها واحد كبير والعمر تقلك ايه بديها. ليش؟ لأنه رجال كبير عنده هذه العقدة، هذه العقدة عقدة الأب. يا أبهات، يا أبهات، لو سمحتوا أشبعوا بناتكم حنانا، حنانا أبويا، تغزلوا فيهم وقت يكونوا صغار، حبوهم، ضموهم، عانقوهم، تغزلوا يمكن بشعراتهم، تغزلوا بعيونهم، شبعوها من هذا الحنان الكبير اللي ما في ممكن أي رجل يمكن بعدين يقدر هيك ياخد لها عقلة بلحظة واحدة إلا بحبك. أوه دبت، لا عبيلي راسي أكتر، بتقول لك عبيلي راسي أكتر، خليني أنا أكتر. أنا هذا الحكي بعرفه من أبي، أبي كان يغزر فيني، أنت شو جاي تعمل؟ عرفتوا شو الفكرة؟ برينسس بتقول جورج المواضيع كتير بتعجبني، بحسك بتقدر المرأة، بتكن إلى كل الاحترام. يا ريت نصف الرجال، خلينا نقول مو الكل، يكونوا مثلك. موضوعك بينطبق علي تماما، عايشة بدون أمل أو طموح، مجرد عايش لبناتي وبس. تحياتي برينسس. بتمنى تكون هاي الحلقة عطتك ولو أمل، ولو هيك 1% أمل. بتمنى يا برينسس، بتمنى تخبريني الحلقة الجاي إذا إيه أو لا. طيب مساء الخير جورج، أول شيء وظلم الأهل، وتاني شيء الزواج بالغصب، وثالث سبب هو الضرب والزوجة الثانية. يا زهر، والزوجة الثانية من زهرة الربيع. حاسس فيك، بجد حاسس فيك. أحمد بيقول المرأة فورا تعيش حب جديد، ما عندها ماضي، تنسى فورا وكأن شيئا لم يكن، الجرح والعذاب عند الرجل. خالفك شوي. فدية بتقول الامرأة تموت عندما الرجل يخونها، يغادرها. حلو، اوكي. انا عم حاول اقرأ لانه خلصوا الاتصالات، ما عم نتلقى اتصالات. عم حاول اخذ يعني قدر الامكان كل الرسائل اللي وصلتني. مدام نادية بتقول المرأة بتتعرض لعدة طعنات بتقتلها بحياتها، وهالشي طبيعي فينا، لكن انا كنادية مهما ضعفت لا أسمح لنفسي أن أنكسر قبل أي حدا، من قبل أي حدا بالدنيا يكسر لي. دائما أنا قوية واقعية، وبحب الحياة وولادي وعائلتي وأحبائي. دجلة بتقول أنا أرملة، أنا عندي أولاد، لأنه عندي أولاد ما لازم أتزوج، هيك بيقولوا لها، وعيش حياتي لأنه تقاليد المجتمع مرفوض.
لازم أعيش باقي حياتي لتربي أولادي، يعني تموت مشاعرها وكل شيء بداخلها. من بداية الحلقة وأنا عم ببكي. سلامتك. هلأ في شيء بالأمومة صح بهذا الموضوع، يعني أنا كأب مثلا إذا توفت زوجتي مثلا، إذا عندي أنا أولاد أنا ما بتزوج مثلا، ما بتزوج لا، أنا بندر حياتي لأولادي يعني. هلأ أوكي يعني إذا أنت حبيت تعيشي حياتك هذا شيء تاني، بس بقدر لك هذا الموضوع. بجوز أنت تكوني صغيرة يعني بعمرك صغير وتلاقي حدا مثلا حابك إيه أوكي ممكن. انتبهي أنا ماني مع ولاني ضد، بس بعطيكي الرأيين. فاتن بتقول تحياتي لشو جدا قهرت عليه ودموعة غالية، الله يبعث لأيام حلوة يا رب. أكيد رح يبعث لأيام حلوة يا رب. رح تختم برامي عياش؟ أوكي لا، بعد الحلقة رح تسمعيها فورا يا ليلاس، وإن شاء الله كل عام وانتي بخير. أوكي في النهاية خليني أقول بس شغلة كتير مهم، إنك تقوي، إنك تقوي حالك، إنك تهزي مشاعرك أنت من جوا، تهزي مشاعرك السلبية، خليكي أقوى دائما من أي شيء بالعالم، خليكي أقوى من أي أنثى. إيه ما بدي أقول لك مثل مين ولا رح شبهك مثل مين، لا كوني مثل نفسك، بس كوني مثل نفسك القوية. أوعك بحياتك تضعفي أو تعتمدي على أي حدا. بجوز تعتمدي هلأ على أشخاص معينين أوكي، بس تعتبري إنه هدول الأشخاص بعد فترة ما قلن وجود، والدوري حواليكي ما رح تلاقي حدا، ما رح تلاقي حدا غير مرايتك. مرايتك هي رح تدلك على حالك وبس. حسام حمو إخراجا مايكروفون جورج غرام، تصبحون على وطن.